أعزائي متابعين الكرام، هذه هي جبارة محمد بن ناصر بن مشيط المري يتواجد على المركز الأول، يتواجد على الصدارة الأولى هنا بن مشيط مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. ولكن هنا الرميثي، الرميثي اللي بدأ يغير، الرميثي اللي بدأ يغير مشاهدين الأعزاء، رحيل عبد الله بن محمد بن كداس، الرميثي يا سلام، الرميثي بدأ يتقدم، الوصول من العربية أحمد بن سعيد بن مكتوم الليبي، ولكن الرميثي سلام يا الخزنة، سلام يا الخزنة، سلام ويا عبد الله ترشيحك ما طاح التراب هنا مع رحيل، رحلت بالمركز الأول، تهانينا والناموس، سلام إلى الخزنة سلام، هذه يا رحيل، عبد الله بن محمد بن كداس، الرميثي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني اللي وصلت ثاني المراكز هنا الرباعة سالم بن محمد بن حمد البريص المري المركز الثالث. المركز الثالث النصيبه سهيل بن بطي بن غراب الكتبي، وصل ايضا ابو سلطان، بينما اللي في المركز الرابع العربي احمد سعيد بن مكتوم النيبي المركز الخامس حاملة الرقم 13، شكرا يا حافي العفريت محمد بن زيد بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني 4 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا على فوز رحيل عبد الله بن محمد الكداس الرميثي، سلام يا الخزنة سلام، تحية أيضا لميدان الخزنة هناك برئاسة ساري بن كراز المهيري. هنا 4 دقائق 28 ثانية و5 أجزاء من الثانية اللي وصلت في المركز الثاني. وصلت هناك الرباعة سالم بن محمد بن حمد البريصي المري المركز الثالث اللي تدخلت في ثالث المراكز. يا مخرجنا يا خبير برفقة مسعود الكثير أحد الخبراء الرائعين، هذه حاملة الرقم 22 اللي حصلت على المركز الثالث 4 دقائق 29 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. أحمد بن سعيد بن مكتوم الينيبي هو من حل ثالثا بالفعل وقدم هذا الاسم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هكذا النتيجة، الثلاث المراكز الأولى، شاهدنا التوقيتات الزمنية، شاهدنا رحيل عبد الله بن محمد بن كداس الرميثي هو من يفوز ليهديها للخزنة هذا الفوز والانتصار.